طيب في وظائف كتير زي ما دكتور رأفت بيشاركنا كده محتاجة مهارات شخصية، والمهارات الشخصية ممكن تؤهلني لوظائف أكبر بكتير من شهادتي، لكن كمان السكيلز أو المهارات اللي هم بيسموها الهارد سكيلز دي كمان ليها تمن. الشاب اللي بيتعلم مثلا تصميم جرافيكس ممكن يفتح لنفسه مجال تاني، شغل تاني، وممكن ده يتحول الى شغله الاساسي. اعتقد ان دي قصه احمد ريحان. احمد رجع معانا تاني على التليفون. مساء الخير عليك احمد. النور، ازي حضرتك؟ احمد قول لنا كده في دقيقه، انت عملت ايه عشان تبقى مصمم جرافيكس متميز وعشان تحط نفسك في مكان جديد في السوق؟ في البدايه بس الموضوع ما كانش اسهل حاجه، ولكن هي حته ان انا دايما كنت شايف ان العمل الطبيعي الروتيني اللي بيحصل في الحياه للناس كلها ده ما بقاش متاح للناس كلها. ودخله دايما محدود، او دخله دايما مضطر ان انت تدور كتير وتعمل كتير، شغل مش ممتع لحد ما. لقيت نفسي اكتر كجرافيك ديزاينر في الكوره، اشتغلت مع انديه بره مصر وجوه مصر مع شركات كبيره سواء بره مصر او جوه مصر. فده كان مديني فرصه اكتر ان انا اشتغل براحتي في المكان اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، اتعلم وقت ما انا عايز، اتعلم سكيلز جديده سواء صعبه او سواء سهله، بس في فرصه ان انا اتعلمها في الوقت اللي انا عايزه. يعني انت يا احمد كنت بتشتغل شغل ثابت وسبته عشان تشتغل في الديزاين، وشايف ان ده يعني شبه كده، ولكن ما كانش الشغل الاساسي. انا كنت شغال حاجات كتير فترات الاجازات بتاعه الدراسه، ده ما كانش بصراحه يعني انا مهتم بيه قوي. انا كنت عايز اكون جرافيك ديزاينر اكتر، فانا ركزت قوي ان انا اشتغل دايما جرافيك ديزاينر، دي المهنه الاساسيه بمعنى اصح. يعني انت اهم اعمالك ايه يا احمد؟ اهم المشاركات اللي انت بتفتخر بيها؟ يعني الحمد لله في البدايه بدات في حته الكوره دي، يعني اشتغلت مع بروسيا دورتموند واتلتيكو مدريد واوكسبورغ. دي كانت من خلال ايجنسي في امريكا من مصر هنا سبورت 5، ومؤخرا شغال مع ارقام الشركه اللي معاها كلاينت زي الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم. اشتغلت على تقريبا كل البطولات، شامبيونز ليج، كاس الكونفدراليه، الوافكون، كل البطولات الخاصه بالكاف. ومؤخرا كان عندنا الفيلم محمد صلاح الاخير مع فيفا. طبعا ده كان مع شركه ارقام برضو، ده اللي اتشرفت بيه قوي يعني. ده جميل. الشغل كله كان ربنا يخليك. احمد، هو انت علمت نفسك بنفسك ولا اخذت كورسات مكثفه؟ للاسف هو لا، ما يعني موضوع الكورسات ده دايما في كلام كتير. انا بصراحه علمت نفسي ان الموضوع كان فيه شغف، يعني انا من اليوتيوب عادي ومن الكورسات ومن كلام ومن تجربه ومن كل الكلام دوت، فده كله كان بعيد ان انا اشتغل اكتر يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا احمد ريحان، مصمم جرافيكس ومبتكر.